الرؤى بتاعته والنظرة بتاعته لاستغلال كل مورد موجود حوله، سواء داخل أرضه أو في أراضي أخرى كمان، بل يعني نظرتهم ذهبت لأبعد من ذلك. وبالتالي بنجد إنه العالم حاول يفتح لنفسه بما يسمى موضوع القواعد البحرية، انتشرت في المحيط الهندي وانتشرت في 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 الشرق الأوسط. وفي ظل 30 سنة الفاتت دي وإحنا منشغلين في الحروبات مع بعض والموت والقتل في السودان، العالم كله وجه أنظاره نحو القرن الأفريقي ونحو البحر الأحمر، لأنه دي أهم منطقة في العالم بالنسبة للنقل البحري. النقل البحري ده في حد ذاته هو أكبر، يعني نقدر نقول عليه يعني أكبر نوع من أنواع النقل الموجودة في العالم، وأكثر دخلا، وأهم يعني نوع من أنواع النقل لكل دولة في العالم بتمتلك ساحل على مسطح مائي. فالدول بدأت تتنافس، وفي الفترة الأخيرة لو لاحظتوا دخل في البحر الأحمر القواعد الأمريكية والقواعد التركية، برضو بقت لاعب في المنطقة، والإمارات لاعب في المنطقة، والصين طبعا المنافس الكبير للولايات المتحدة في المنطقة. الكلام ده كله يا جماعة ما عن فراغ، احنا لازم نحسب نشوف العالم ده حولنا بيعمل شنو وبيسوي في شنو. طيب قبل ما نبدأ برضو نشوف الأهمية الاقتصادية أصلا للموانئ البحرية دي شنو بتفيد في شنو. أول حاجة هي بتحقق إيرادات بالعملة الصعبة، ودي بتساعد على تحسين ميزان المدفوعات. يعني أي ميناء في أي دولة بدخل عملة صعبة طوال، الميناء ده ما فيه تعامل بالعملة المحلية، يعني احنا ميناء بورسودان ده بيتعامل باليورو، لأنه الموانئ في العالم غالبا بتعامل باليورو. الدخل يومي بيجي من السفن دي ومن الشغل بتاع الشحن والتفريغ والحاجات دي كلها، الشركات الأجنبية العاملة في مجال النقد ده النقل البحري بتدفع لك بالعملة الصعبة، فهو إذا مورد هام جدا لإدخال عملة صعبة للبلاد. بعدين بتعمل لك خفض لو عندك ميناء بتاعك، بيخفض لك التكاليف بتاعت البضائع المستوردة والسلع الاستهلاكية والمواد الخام. يعني الميناء ده حقك في بلدك، ما زي لما أنت تجيب بضائعك من ميناء في دولة أخرى. يعني زي مثلا نقول دولة إثيوبيا مثلا عفوا معلش البرد تعبني والله، تشاد مثلا، أفريقيا الوسطى مثلا، لما توصل لها سلع استهلاكية مستوردة أو مواد خام مستوردة تكلفتها بتكون أكبر مما تجينا إحنا في السودان، لأنه إحنا مطلين على البحر الأحمر، ودي حاجة غابت علينا كثير وحنتكلم عنها برضو عشان نستفيد من الدول اللي حولنا دي كيف. طيب بنزيد بدل برضو من القدرة التنافسية بتاع صادراتك، وإحنا إذا دولة فعلا بنطلع نحو مستقبل إنه نكون إحنا ناس منتجين ومصدرين، لازم نهتم بالمينا بتاعنا، لازم ربنا ادانا له كده. وبعد شوي انا حوريكم خرائط جبتها معي، انا حوريكم انتوا عندكم شنو وما شغالين به، الكنز اللي عندكم الحقيقي شنو. فالصادرات حقتك دي انت بتنافس افضل اذا عندك مينا في بلدك، فهي بتساعدك على موضوع المنافسه، لانه انت ممكن تصدر انتاجك ده باقل رسوم انت ممكن تدفعها خدميه موجوده، افضل من تصدرها عن طريق موانئ واقعه في دول اخرى لو انت ما عندك مينا. طيب بعد ذاك بتعمل لك تنمية وتطوير للمناطق المجاورة للميناء، سواء في موضوع الزراعة أو الصناعة أو التجارة. وده الغلط الكبير اللي عندنا في السودان، إحنا ما قاعدين نستغل زي المواني زي 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 كان السكة حديد كانت أفضل حالا بصراحة، كانت بتفيد المجتمع. المجتمع دائما حول المواني بيجي يعيش، حتى لو الميناء جديد الميناء ده تطور في حوله، في الزراعة، في الصناعة، في التجارة، وبيفتح أبواب جديدة من أنواع الصناعة، أبواب جديدة من أنواع التجارة. وده بنلقاه في بلد زي الإمارات العربية المتحدة، هي بلد ما صناعية، لكن الميناء بتاع دبي عملوا ميناء جبل عالي معاه، فبقت فيه نوع جديد من الصناعة ألا هي صناعة التجميع. الحاجات دي كلها بتجي مشحونة ما مجمعة، فبجمعها في الداخل مثلا، فبتفتح لك نوعا ما من أنواع التجارة الجديدة والصناعة الجديدة. برضه هو مورد غير الرسوم المينائية اللي بتجي على السفن وعلى الشحن وعلى التفريغ وعلى الإمدادات اللي بيقدمها للسفن دي، هو مورد بالنسبة للضرائب وبالنسبة للجمارك للبلد نفسها، مورد كبير جدا. وإحنا في السودان بلد بنعتمد
برضو على الضريبة وعلى الجمارك في الموازنة بتاعتنا اللي لسه ما قادرين نعملها دي. فإحنا حاليا لما نيجي نتكلم عن ميانمار والسودان حنلقى كمية الأموال الضايعة والسايبة من تحت يدينا نتيجة أعمال معينة برضو حنتكلم على ما عاوز أبيخ باقي اللايف على الناس. طيب بعد ده تشغيل العمالة الوطنية وتدريبها، وده عملية مهمة جدا، إنه الميناء ده بيشغل لك عمالة وطنية وانت بتقوم بتدريبها ورفع كفاءتها، فبالتالي بتكون فتحت ابواب كثيره جدا لاسر كثيره في المعيشه، في زياده مستوى الدخل. وبالمناسبه المينا فيه دائما وظائف ثابته، وفيه وظائف جزئيه، وفيه وظائف موسميه. فالموانئ دي بتعمل، عشان كده تلقوا الدول كلها اللي انتعشت يعني على مر التاريخ هي الدول المينائيه اللي فيها موانئ، وكانت الموانئ دي بتدار بصوره ممتازه. تذكروا زمان البندقية وما عارف وين، دي الدول الزمان يعني صعدت كده، وزي ما بنقول انتعشت كده وبنت حضارات كبيرة لأنه فيها موانئ، هي عرفت كيف تدير الموانئ بتاعتها دي بالصورة السليمة، فاستفادت منها وغنت منها الدول دي. طيب التنافس بدأ في الفترة اللي فاتت دي على الموانئ الاستراتيجية، ودي عشان كده قلنا النقل البحري ده يعني الأهمية بتاعته بدأت تزداد دايما. وبقيسوها كيف؟ أي دولة، لاحظوا في العالم أي دولة بيكون عندها تأثير اقتصادي كبير على العالم أو نفوذ سياسي كبير على العالم بتلقاها عندها الخدمات المينائية دي، لو هي واقعة في الموانئ، وغالبية عندها موانئ الدول العظمى طبعا، التنافس عندها في حجم الموانئ اللي بتديره، لأنه الموانئ بتتناسب طرديا مع حجم الاقتصاد بتاعك بتاع الدولة. كل ما زاد حجم الاقتصاد بتاعك بتاع الدولة وصادرك وواردك زاد، كل ما الموانئ بتاعتك انت وسعت المواعين بتاعتها وقمت زدت في الموانئ اللي عندك. لكن ده فتح باب تاني، اذا انت ما عندك المقدره تكون دوله مؤثره في العالم في السياسه والاقتصاد، برضه ممكن تكون مؤثر في مجال النقل البحري وتمسك به وتعمل به تاثير اقليمي. وندي مثال بسيط، دولة زي اليونان عندها أكبر أسطول تجاري، عشان ما في ناس بعدين يقول لي أنت اليابان أكثر، لا اليابان لصيد الأسماك أكثر. لكن أكبر أسطول تجاري موجود في اليونان، لكن اليونان ما مؤثرة في موضوع النقل البحري كثير، زي مثلا منو؟ زي الإمارات العربية المتحدة مثلا، دولة صغيرة ما فيها صناعات زي الدول الأخرى الكبيرة الصناعية، لكن عندها ميناء زي ميناء دبي بيستقبل في السنة حوالي السعة بتاعته في السنة 22 مليون حاوية كونتينر. لو قارنا بميناء بورسودان السعة بتاعته السنوية 1.2 أو 0.3 يعني مليون و300 ألف حاوية تقريبا، أو مليون و200 ألف حاوية في السنة. السودان بيحتاج منها فقط ل 500 ألف حاوية، إذا عندك حوالي 700 ألف حاوية دي ممكن تستغلها، وزي ما في فترة استغلتها دول الجوار انك انت تكون ميناء عبور لدول الجوار اللي حولك زي تشاد زي افريقيا الوسطى، وهي في فتره استغلوها صح، وزي اثيوبيا حاليا برضو. ولما نجي نتكلم عنها حنعرف الميزه اللي عند السودان شنو اللي ما عند باقي الدول الثانيه، حتى اللي عندها اطلاله على البحر الاحمر. احنا عندنا ميزه في العالم ما في، حنتكلم عنها بعد شويه. طيب اللاعبين الاساسيين احنا بنعرفهم كيف في العالم في مجال النقل البحري، انه بتلقى في دول دائما بتدخل استثمارات وتطوير في الموانئ وشغل في الموانئ، حتى مش داخل وطنها داخل بلادها، بل بتمشي تدير موانئ اخرى وبتطور موانئ اخرى في العالم، لان يا جماعه دي قلنا لكم عمله صعبه، اموال كثيره جدا بتجي للخزينه بتاعت الدوله بتاعتها. فبالتالي حاليا لو عاوزين نقيس مثلا الدول، انا حديكم مقاييس عشان احنا نتصور، يعني الصين مثلا هي ترتيب الاولى في العالم من حيث حجم الصادرات عن طريق الكونتينرات، دي الصين. تليها في المرتبه الثانيه الولايات المتحده الامريكيه كترتيب عادل جدا، ده في الصادر. نجي في الوارد نلقى اكثر دوله بتستقبل كونتينرات وارده لبلدها في السنه هي الولايات المتحده الامريكيه، وتليها برضو الصين. عشان كده احنا لما نتكلم عن الدولتين العظمتين في العالم من حيث المقياس بتاعه التجاري في العالم، حنلقى اكيد الصين وحنلقى امريكا، عشان كده الموانئ بتاعتهم ضخمه، الموانئ بتاعتهم كثيره، الموانئ بتاعتهم فيها استثمارات وتطوير كثير جدا جدا. لكن برضه حنيجي نشوف احنا افضل منهم في شنو بعد شويه ان شاء الله. طيب
طيب يلا، دول كتيرة في الفترة اللي فاتت دي اللي احنا بنتحارب فيها مع بعض دي، وزي ما قلت لكم عاوزين نتقاسم السلطة والثروة المافي الاثنين المافيشات ديل، بنلقى دول كثيرة في العالم بدأت يلا تستثمر بصورة أكثر وعيا. يعني مثال، الصين كلكم عارفين عندها مشروع اسمه الحزام والطريق. الصين دي مش عندها مواني ومش موقع عندها إطلالة على المسطحات المائية، لكن لقت إنه لما تستثمر في مواني مثلا في ميناء في باكستان اسمه جوادر، تقريبا جوادر منطقة كده، حتمرر طريق من الصين حيصل لحد الشواطئ الباكستانية في الميل اللي هي بتطور فيه ده، وده من ضمن حاجة اسمها زي الناس بيقولوا طريق الحرير، وبيقولوا المشروع بتاعهم بتاع اللي هو قلنا الحزام والطريق، بتطور مواني بعيدة، ودي الحركة المفروض تحصل في السودان حاليا وحنتكلم عنها. لقت نفسها ان سفنه لما تتحرك الصينيه بتمر زي خلي زي منطقه ملقا، زي مناطق معينه سواء فيها خطوره بتاعت قراصنه، سواء الازدحام فيها كثير، سواء بتسبب بعض الخسائر مرات للسفن بتاعتها، فلقت انها تشق الجبال وتعمل الجسور بينه وبين دول كثيره وما بين الصين، وجسور كلفت المشروع ده مكلف تقريبا مبلغ ضخم جدا، يمكن في بدايته كان 13 مليار دولار بس عشان توصل الطرق والسكه حديد لحد المينا اللي هي بتطور فيه ده. لكن هم عندهم نظره مستقبليه انه المينا ده لما نبدا يشتغل من والى الشرق الاوسط والى افريقيا اللي هي بدات تسيطر عليها، حيوفر لها اموال كثيره جدا جدا. طيب المشكله النازل كله اللي بتواجههم شنو بتواجهنا احنا؟ انه استثماراتهم دي في القرن الافريقي ده وفي البحر الاحمر وفي الشرق الاوسط بتخضع للمزاج العام. يعني ليه؟ احنا ماسكانا حكومه معينه لانه احنا دول ما عندنا سياسات واضحه. الحكومه دي اتغيرت، الحكومه اللي بتيجي بعدها والشعب لو كره الجهه المستثمره في المواني بتاعته دي حيطلعوا ضدها وحيطردوها. زي ما حصل حاليا في الصومال لما انطردوا شركه مواني دبي الماسكه الميناء بتاعهم بتطور فيه، زي ما حصل في جيبوتي قبل فتره. فالمزاج العام بيأثر، احنا ده ما عندنا، احنا الحق حقنا وممكن نعمل. نجي بعد لموضوعنا احنا اللي بخصنا. طيب في خضم الاحداث العالميه والتنافس على المواني وعلى النقل البحري وعلى القواعد البحريه وتطوير المواني والجوطه دي كلها، الناس دي في الاخر عملوا فوكس على العالم ولقوا انه البحر الاحمر ده اللي بيقدر يسيطر عليه هو اللي هيسيطر على المرور بتاع التجارة العالمية كلها. وأنا أديكم مثال بسيط لبلدنا الغالية السودان. البحر الأحمر ده أول شيء عنده موقع استراتيجي كونه بيربط بين 3 قارات. زيدوا شاركوا، إحنا جايين على حاجة مهمة لبلدنا بالمناسبة. بيربط ما بين قارة آسيا وقارة إفريقيا وقارة أوروبا، اللي هو ما بين البحر الأبيض عن طريق القناة بتاعت السويس. ده لقوه أهم معبر بحري للنقل البحري، 35% من صادرات العالم بتمر بالبحر الأحمر، 71% من الناقلات بتاعت البترول النفط بتمر بالبحر الأحمر، لأن إحنا عارفين أكبر ثقل لإنتاج النفط هو في منطقة الخليج العربي. إذا البحر الأحمر ده استراتيجي بصورة خرافية مبالغ فيها، ده غير الثروات اللي أصلاً موجودة فيه، نعرف الثروات اللي فيه عشان وعنده ميزة انه بيطل عليه 9 دول البحر الاحمر ده. طبعا 9 دول، فوق 7 دول تعتبر عربية ودولتين غير عربيات، يعني ممكن اريتريا واسرائيل دول ما عربيات، اما باقي الدول الاخرى من السودان ومصر والسعودية والاردن واليمن وجيبوتي ودول كلهم يعتبروا، الصومال هناك لو اعتبرناه معاهم يعتبروا دول كلهم دول عربية. يلا البحر الاحمر ده برضه فيه ميزة تانية وحنعرفها مستقبلا، اللي هو البحر الأحمر ده غني جدا في داخله بالثروات، في المعبر الدولي بتاعه ده غني بالثروات لأنه فيه التركيز بتاع الأملاح المعدنية عالي. فبالتالي الدراسات والبحوث اللي عملوها عن البحر الأحمر ده، وخصوصا أكتر حاجة في الواجهة بتاعت السودان ما بين السودان والسعودية، وممكن تكونوا قريتوا تقرير قبل كده زي ده،
انه الحديد والذهب والفضه والنحاس والمغنيسيوم والبوتاسيوم دي كلها ممكن توجد باعداد كبيره في البحر الاحمر، غير الثروه السمكيه اللي هو البحر الاحمر فيه اكثر من 300 نوع من الاسماك، واحنا السودانيين ما مستفيدين منه بصراحه، ولا الجمبري اللي عندنا الكثير بتيجي تصطاد السفن المصريه وبتجرف لنا حتى الشعب المرجانيه وبتخرب لنا الطبيعه بتاعتنا. طيب نجي نخش عليه الميناء بتاعنا بتاع بور السودان. شوف انا حوريكم خريطه ان شاء الله تظهر عندكم، انا حاولت اعملها ما اعرف ظاهره عندكم كده ظاهره صح. شوفوا باللون الاخضر ده ميناء بور السودان، والخطين اللون الاحمر اللي بتقاطعوا ديل ده منتصف العالم. منتصف العالم كيف؟ انا هشرح لكم. قياس اللي بيحددوا به منتصف العالم من الناحيه الفلكيه في الاخذ مع الاخذ في الاعتبار الكيرفات، الكره الارضيه دي ما جسم مسطح، هي عباره عن شكل شبه كروي، في كيرفات عامله كده. لما نقيسها مع الفلك بنلقى سنتر العالم هو مكه المكرمه، لكن لما نقيسها بالمسافات زي ما انا قايسها كده ما بين اليابسه الموجوده فقط في العالم من غير القطبين الشمالي والجنوبي بنلقى السودان هو سنتر العالم زي ما شايفين كده. لو شايفين كويس، انا متاسف انا المفروض هنزل لكم الموضوع ده باوربوينت في الصفحه لو قدرت ان شاء الله. شوفوا ده لو قسنا اليابسه الموجوده في العالم فقط الماهوله دي بنلقى السودان هو سنتر العالم، وربنا سبحانه وتعالى ما يسر للبشر الخط العمل الخرائط في العالم انه عمل السودان ده كان خريطه شكل قلب لو تتذكروا صح، شكل هارت. ان شاء الله القى صوره قديمه هنا. ايوه يعني شايفين السودان هنا لما كان معاه جنوب السودان شكله زي القلب صح، ومايل جهه اليسار. شوفوا الانسان القلب بيميل شويه لليسار في جهه الصدر ومايل كده صح، نفس سبحان الله شكل السودان كان. الكلام اللي بقوله ده ما كلام سايد، ده كلام بالمناسبه حقيقي. هي قلب العالم النابض اللي ربنا ادانا ليه، وخدت النعمه دي كلها في يدنا، لكن احنا لا صرناها لا عرفنا نستفيد منها كيف، لانه للاسف الشديد منذ الاستقلال او قبله السودان ده ما حظي بناس موجودين في في في, في الاماكن التنفيذيه والاشرافيه والاداريه كانوا على قلب رجل واحد وعندهم نظره معينه للسودان عشان يستفيدوا منها. ده غير طبعا الاطماع الدوليه اللي بتتدخل لما تلقى موقع استراتيجي زي دوله زي السودان. فللاسف الشديد احنا لحد اللحظه ما قدرنا نعرف وطننا كيف. طيب دي الخريطه الاولى شفناها، شوفوا قلب العالم ده في السودان. السنتر بالضبط قريب من المنطقه بتاعت تقريبا بتاعت كردفان عندنا تقريبا، يعني لو نظرنا للسودان كده بنلقى السنتر بالضبط جنوب كردفان او كردفان كده. اقرب مين للسنتر ده هو ميناء بور السودان. ميناء بور السودان ده طبعا ده موقع في السودان، ده خريطه ثانيه. المربع بالاحمر ده شايفين ده اهم ميناء في العالم، وحنقول ليه اهم ميناء في العالم. معلش انا حوريكم الخرائط عشان بعدين اقدر اشرح لكم الفكره في الاخر ان شاء الله، بعد نتكلم عن بعض الاشياء في الميناء. طيب شايفين الاسهم دي صح؟ ماشيه لدول جاره، احنا السودان الدوله الوحيده اللي في العالم كان عندها 9 جيران. طبعا اسي قالوا لي 7 جيران بعد انفصل الجنوب. جيراننا ديل غالبيتهم ما عندهم مسطحات مائيه، ما عندهم مواني، خاصه دول وسط افريقيا دي ما عندها مواني مطله لا على البحر الاحمر ولا على المحيط من هناك. طيب الناس ديل محتاجين لمينا عن طريقه تجيهم بضائع ونجيهم حاجات وكده. احنا اشتغلنا في السنين اللي فاتت بس بصوره عشوائيه انه بقت افريقيا الوسطى وتشاد ومرات اثيوبيا بيستخدموا اقلبها كده. الصوره بتتقلب معي معلش، لا لكن عايز انا بنزلها لكم، الصور بصورها بعدين بنزلها، هسه نشرحه بعدين انزل. طيب احنا لو اهتمينا بالمينا بتاعنا ده بتاع بور السودان ده، وفي حاجات بعد شويه انا هتكلم عن المشاكل اللي بتواجه المينا شنو والحلول لها شنو عشان نبقى مينا زي الناس، احنا ممكن لو عملنا الحاجات دي نعمل الحركه الثانيه دي. شوف الحركة الثانية دي شنو؟ الحركة الثانية دي انه عندك ده المينا على البحر الاحمر. العامل الان المربعات الثانيين باللون الاحمر ديل مواني جافة، المواني الجافة دي بيكون عندك حوالي هيوندل هنا موجودين.
بالاخضر دي مواني جافه غير من ابو السودان على الحدود، وفي مواني جافه لونها بالاصفر دي اصلا موجوده في السودان، اصلا موجوده. الباقي ده على الحدود دي ليه؟ المفروض عندنا مينا جاف على الحدود الشماليه من تشاد، يعني مع اخر حاجه كده مع حدود تشاد في السودان قريب ليها دي، تكون عندنا مينا جاف او في الوسط. وعندنا مينا جاف مفروض يكون تجاه افريقيا الوسطى، وعندنا مينا جاف يكون ما بين دوله الجنوب واثيوبيا مثلا. احنا لازم الناس دي كلها نقدر نسيطر على البضائع الجاياها، ونقدر المينا بتاعنا ده نظبطه بحيث انه يستقبل كل البضائع الجايه لها دي، ونعمل سكك حديد. الخطوط السوداء دي طبعا دي سكه حديد، السكه حديد لانها وسيله الخطوط السوداء دي وسيله رخيصه للنقل، دي بتنقل للموانئ الجافه دي، ومن الموانئ الجافه دي بتجي الدول دي بتاخد بضاعاتها كلها اللي عاوزاها. لكن احنا هنجيب على كده بس؟ لا، لازم كمان احنا يكون عندنا خيال اوسع من كده. عندكم يا عمر الشريف في الجنينه صح؟ عندكم. الفكره الابعد من كده انه ننفذ الخطه دي. الخطه دي يا جماعه بتربط ما بين البحر الاحمر وما بين المحيط، ويا سلام يا ناس نيال محمد حسين ازيكم، وبتربط ما بين برضو السودان موانئ الجافه بتاعته بالجهه بتاعت المغرب العربي، وبتربط مع جنوب افريقيا، وفي غرب افريقيا الدوله اللي انا اخترتها يعني حسب معرفتي البسيطه، لا ندعي العلم ولا المعرفه، ممكن ناس تانيين يشوفوا حاجه افضل. انا اخترت دوله بنين. بنين دي اللي هي هنا شايفين السهم الاحمر ده، دي بنين. بنين دي اللي انا اخترتها. بنين دي طبعا فيها اكبر ميناء، اكبر ميناء في 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 غرب افريقيا، من اكبر الموانئ في افريقيا كلها ممكن تكون، لكن احنا نقول في غرب افريقيا، وعندها فري زون ضخم جدا. احنا كنا بنجيب الشحنات من اوروبا بننزلها في بنين، من بنين بتتوزع لباقي وسط افريقيا. اكثر شيء كنا بنجيبه لبنين هي السيارات، بنجيب السيارات من 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 من, من هولندا، وبيجيبوها لنا من بلجيكا، وين كميات كلها بنشحنها بنجيبها لبنين، منها بتخش، ومن المانيا برضه منها بتخش بيوزعوا بعد ذاك للنيجر ودوين ود تشاد والدول الثانيه دي كلها. فاحنا حنربط شنو؟ معلش انا طولت عليكم في الكلام، لكن الموضوع ده مهم جدا. انا عندي ثاني خريطه بس ما لاقيها. طيب احنا بنكون عملنا شنو؟ احنا بنكون ربطنا ما بين البحر الاحمر وما بين الساحل الغربي لافريقيا. ليه عملنا الكلام ده؟ السفن دي اللي بتشحن دي من جنوب شرق اسيا مثلا موضعين بضاعه لغرب افريقيا. شوفوا بدل تلف اللفه دي كلها، شايفين الخطوط اللي لونها سوري الخط اللي لونه ازرق ده او اخضر، شايفين الخط الازرق ده؟ الخطوط دي هنا هي بتجي من جنوب شرق اسيا، بتجي بجنوب مثلا راس الرجاء الصالح، شايفين راس الرجاء الصالح هنا اخر نقطه في جنوب افريقيا، عشان تجي غرب افريقيا او تمشي لامريكا الشماليه او امريكا الجنوبيه. المشوار ده طويل جدا، طويل على السفن، وراس الرجاء الصالح بالنسبه لنا الناس الشغالين في البحر مخاطره كثيره جدا جدا. بدل السفن تمشي المسافات دي كلها، يعني زي اللي بيقولوا للزول معلش اضانك وين يقول كده باللفه صح؟ بيقوم بتجي السفن دي تجي من جنوب شرق اسيا، وانا حتى عامل العلامه دي هنا شايفين من ميناء بورسودان لحد مثلا ميناء بنين هنا، او تجي مثلا السفن دي تعبر بالبحر الاحمر ده ذاته، وبتمشي عشان تمشي لي بالبحر الابيض، وتمشي مضيق جبل طارق لامريكا الشماليه او الجنوبيه او غرب افريقيا. احنا ننزل البضاعه دي هنا كلها نستقبلها في ميناء بورسودان كلها هنا، ونعمل حاجه اسمها خط سكه حديد قاري، ده من بورسودان بيمشي للموانئ الجافه اللي قلت عليكم دي، ومنها بيتحرك. ده مشروع قاري بينه وبين كم دوله لازم يتعمل، وبموله بنك التنمية الأفريقي، البنوك العالمية، المؤسسات، الدول بتموله، لأنه ده مشروع مربح. البضائع دي كلها من بورسودان بتنقل إلى غرب إفريقيا، تقعد في الميناء مثلا بتاع بنين القناو ده، ومنها السفن بتكون في الانتظار عشان تشيل البضائع توديها لأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. وفي أثناء الخط ما ماشي على بنين بتوزع هناك على باقي الدول الإفريقية اللي في غرب إفريقيا اللي عندها بضائع مشحونة. والعكس، البضائع اللي بتجي من امريكا الجنوبيه والشماليه تجي في بنين، وتتحرك بالخط تجي لحد ما تصل بورسودان. لو في جزء ماشي لدول افريقيه في الوسط او في الشرق، شرق افريقيا تمشي، والباقي بيجي من بورسودان، ونحن
بعد ذاك السفن تشحن مننا لجنوب شرق آسيا أو للخليج العربي أو للدول الأخرى الموجودة في آسيا دي كلها لحد أستراليا، ما عندنا مشكلة. الخط اللي أنا عملته ده بزعل أخواني المصريين لو شافوا، لأنه عند صاحبي مصري شافوا وجاته نفسيات بصراحة، زعل مني جدا طبعا، لكن أنا بشوف مصلحة بلدي طبعا. شايفين الخط من هنا من السودان بيمشي لحد المغرب العربي صح؟ انت كده بدل السفن دي تقطع قناة السويس وتدفع رسوم في قناة السويس، وبيحصل تأخير مرات في العبور في قناة السويس من السودان، وانت ماشي البضائع اللي بتخش تشاد وبتخش وين الدول دي لحد ما تصل موانئ المغرب العربي، ومنها لدول اوروبا توزع برضه، تمشي لدول اوروبا، والصادرات من دول اوروبا القريبة زي اسبانيا زي بريطانيا زي ديل تنزل في المغرب العربي وتجيك بنفس الطريقة كده. تابعت السفن من الاهوال الموجودة في البحر الابيض المتوسط، في اوقات الشحن فيها صعب في البحر الابيض المتوسط بيكون هاي جدا، دي كلها بتجي عن طريق الطرق دي. الموضوع ده بتاع المشروع ده ككل هو مكلف وعاوز تخطيط وعاوز اراده سياسيه وعاوز اتفاقيات ما بينك وبين الدول دي، لكن مشوار الميل بيبدا بخطوه. لو بدأنا الخطوه الاولى مشاريع مربحه زي دي العالم كله حيقف معك، كل العالم ده حيدعمك، امريكا من هناك حتدعمك، دول امريكا اللاتينيه، لانك انت اختصرت لهم المسافات وقيمه الشحن وتشغيل السفن والمخاطر اللي بتقابلوها، ودول وسط افريقيا دي كلها حتعتمد اعتماد كل تاني على الميناء بتاعك انت في بورسودان وعلى الميناء اللي اخترته من الجهه الاخرى في غرب افريقيا. الموضوع ده انا شغال فيه في دراسه طبعا، هسه انا بقوله ببساطه من غير ارقام عشان الناس دي كلها مثلا تقدر تستوعب الموضوع ده، وحانزله لكم مكتوب بالصور كامله شامله. لكن قبل ما نمشي في الموضوع ده لازم نعرف ميناء بورسودان ده شنو ذاته، احنا عاملين له الكلام ده كله. ميناء بورسودان زي ما قلت لكم هو جوهره موانئ العالم، هو القلب النابض للنقل البحري في العالم لو استغل بصوره سليمه وصحيحه. ميناء بورسودان ممكن يدخل دخل للوطن للسودان، دخل قومي ودخل للاريا اللي هو فيها نفسها الولايه بتاعت البحر الاحمر، دخل رهيب جدا دول كثيره يعني هتستغرب فيه. ما لو مسكنا الامارات اسي دبي، دبي دخلها الكبير جدا بالمناسبه، اكبر دخل عندها بتحققوا لها الشركه بتاعت اداره او هيئه مواني دبي، الشركه بتاعت مواني دبي دي سواء من ميناء دبي نفسه وجبل عالي او من المواني الموجوده في الخارج اللي هي بالديره، اذا المواني دي عندها دخل رهيب. الميناء بتاع بورسودان زمان لما جابوا المخطط ده ايام نميري المفروض هو يكون الميناء بتاع بورسودان هو الميناء بتاع دبي نفسه، لانه احنا موقعنا ارهب طبعا من انك تخش الخليج العربي هناك وتنزل بضايعك وتجي السفن تطلع الخليج العربي عشان تشيلها. بورسودان هي الاقرب، لو كنا عاوزين نعبر بقناه السويس او نجي عكس هي المكان الاقرب السنتر بالضبط. الربنا ادى ميناء بورسودان ده اصلا وقعوا لنا في خليج طبيعي، خليج محمي حامل ميناء من التيارات والامواج العاليه. لو لاحظتوا في اي ميناء الناس بتعمل صبات خرسانيه كبيره هناك كده زي حيد، تعمل حيد كده عشان امسك الامواج والتيارات القويه من الموانئ. احنا دي عندنا حيد مرجان طبيعي اصلا موجود في مدخل الخليج ده، لكن بعدين حنشوف احنا المفروض نعمل شنو. ميناء بورسودان بدا العمل فيه سنه 1905، احنا قديمين في الحاجه دي، و1906 استقبل اول سفينه، 1909 افتتح بصوره رسميه، يعني من 1909 احنا عندنا ميناء اسمه بورسودان. لكن للاسف الشديد في ال 30 سنه الماضيه دي حنقول السبب اللي اصلا دمر الميناء ده او رجعه لورا لحد ما وصل اللحظه اللي احنا فيها دي. الميناء ده بيتكون في الداخل من عده موانئ او تقسيمات، يعني بقول لك مثلا الميناء الشمالي يقوم يقول لك الميناء الجنوبي اللي هو ده ميناء الحاويات، يقوم يقول لك الرصيف الاخضر اللي هو ده كان ده عمل اعتقد للصب للحبوب المستورده والقمح والحاجات دي. طيب في الاول نشوف الازمه ذاتها بتاعت الميناء، احنا لو ما عرفنا المشاكل الحاصله في الميناء وضعنا لها حلول ما ممكن حنقعد عشان نستمتع بالميناء ده او نطور افكار فيه. طيب في رايي الشخصي اول ازمه هي التعامل مع الهيئات الحكوميه او المشاريع القوميه بالنظره السياسيه اللي هي نظره التمكين، اللي هي الولاء فقط للمنظومه الحاكمه دون النظر الى الكفاءه والخبره في اداء الوظيفه نفسها. دي مشكله كبيره، دي في كل الهيئات، ده تدمر سودانير، سودان لاين، الموانئ، المطار،
مطار الخرطوم الدولي اللي ده عمل من سنة كام، شوفوا شكله كيف المطر لما تصب بغرق مثلا، ده كمثال. إذا التعامل لازم يكون يا جماعة مع كل الهيئات دي ومع كل المشاريع القومية دي تعامل بعيد جدا عن النظرة السياسية ونظرة التمكين، سواء في الحكومة دي أو الجاية أو البعدها أو البعدها، تكون فقط نظرة لها علاقة بالكفاءة وبالخبرة والتخصصية في العمل عشان نقدر ننجز وننجح في مشاريعنا دي. أكيد في سودانيين كثيرين الواحد ما بيسوى جنبهم حاجة في المجال ده، لكن ما لاقين فرصة يتكلموا، ما لاقين فرصة يمشوا هناك يبدعوا. طيب السبب الموجود حاليا برضو العمالة الفائضة. في نهايات الفترة بتاعت حكم النظام البائد عينوا تعيينات عشوائية بصورة كبيرة جدا جدا، حوالي 8000 عامل عينوا في ميناء بورسودان، والتعيينات دي طبعا بتلقي بكاهلة على الميزانية بتاعت الميناء نفسه، من رواتب لرعاية صحية لأشياء أخرى كثيرة بتدخل ضمن الوظيفة. عينوا العمال دي ليه؟ عينوا العمال دي عشان يعملوا ضغط إداري على الإدارة وضغط في الموازنة عشان يفشلوا الميناء ويوصلوه للمرحلة بتاعت يكون مستعدين للخصخصة. تتذكروا في الآخر مش باعوه لشركة فلبينية، هم قالوا لأنه الميناء ما قادر يشتغل. دي بداية الخطة كانت هنا. التعيين العشوائي بكميات كبيرة حوالي 8000، ودي عمل الضغط كبير جدا على الميناء. السبب الثاني، الإدارة الحالية أصلا الموجودة الليلة وسط الأزمة دي أصلا استلمت الميناء ده ميناء شبه مدمر، ميناء منتهي، الآليات الفيو أصلا ما شغالة، لأنه الشركة اللي كانت استلمتها في الفترة الماضية رغم إنها فترة بسيطة هي أصلا عملت على انها المعدات الفيو دي تنتهي. كان عندهم مخطط وفكره انه يجيبوا معدات ثانيه ويستغلوا الميناء بصوره مختلفه، لكن والحمد لله انه حتى اهل بورسودان لانه الصفقه كانت مشبوهه، فانا عشان كده اقبل حياه ابناء الشرق انهم كانوا مفتحين وعارفين هم الكنز اللي عندهم ده شنو، عشان كده ما فرطوا فيه. بعدين حنجي نشوف احنا ممكن نحتاج للعالم الخارجي في شنو في الميناء ده. طيب لما انباظت المعدات دي اصلا الصيانه موكله لمنظومه الصناعات الدفاعيه، منظومه الصناعات الدفاعيه ما عندها خبره في صيانه النوعيات دي من الاليات اللي هي موجوده في الموانئ، فكان من باب اولى الاستعانه بجهات ذات خبره انها تصير لك الرافعات والمعدات دي بصوره افضل عشان تديك فتره اطول للعمل، لانه دي دائما المفروض تكون في حاله عمل وفي حاله استهلاك، وهي دي كلها بيسموها هيفي ديوتي، يعني ما المفروض تبوظ بسهوله. عشان كده انا مره في لايف قلت انا اشك انه حتى كانت في ايادي عابثه عبثت بالمعدات والاليات دي، وممكن برضو يكون اهمال، والاهمال ده بيرتقي المفروض للخيانه الوطنيه، وحنشوف اثر ذاته في شنو. طيب اهتمام وزاره الماليه الاتحاديه بعائدات الميناء وعدم الاهتمام بتطويره عبر شراء اليات جديده، ودي برضه مشكله كبيره واجهت الميناء وواجهت منشات كثيره واستثمارات كثيره داخل الدوله، انه وزارة المالية الاتحادية بس بتشيل الايراد بتشيل، لكن عمرها ما رجعت وغيرت وطورت وجابت اليات جديدة لمينا زي ده انت عاوز تمسك به العالم كله. مينا زي ده استحالة يكون فيه 8 رافعات بس، والثمانية يبوظوا منهم 7 تبقى شغال بإرادة حتى تفكر انك تصين 7 ديل، معناها في مشكلة كبيرة وحنتعرض لها كلها في كلامنا ده ان شاء الله. بعدين في مشكلة ثانية في الميناء، وده اعتقد انتوا حتوافقوني فوق الرأي جدا. الشرطة بتاعت الجمارك في الميناء ما بتشتغل بنظام الورديات، نظام ال 24 ساعة، عندهم عدد ساعات معينة في اليوم بيشتغلوها، بيقفلوا مكاتبهم وبيمشوا ثاني إلا اليوم الثاني. وطبعا ده بيرجع أصلا لخلل مؤسساتي عندنا في السودان. الخلل المؤسسي ده شنو؟ إنه الجمارك دي في العالم كله أصبحت غير تابعة لوزارة الداخلية، يعني ما بيشتغلوا فيها شرطة، بيشتغلوا فيها مدنيين، مدنيين بيؤهلوا بصورة معينة وبيدربوا بصورة معينة إنه يقوموا بمهامهم دي وبيشتغلوا ورديات، يعني قدر ما لفينا في الدنيا دي الموانئ اللي بنخشها كلها بتشتغل 24 ساعة في 7 أيام، ما بتجيف الموانئ، لأنه دي أموال قروش داخله طوالي، وكل ما الميناء بتاعك كان سريع في المناوله في الشحن والتفريغ والحاجات زي دي، كل ما الميناء ده اكتسب سمعه افضل، كل ما توجهت له شركات الشحن البحري لانه ده بريحه ما بعطل سفنه ويوقفها ويعطل مصالح الناس، وده الحاصل حاليا. طيب برضه هذه المشكله اللي قلتها انه تاخير
عمليات الشحن وتفريغ السفن ونقل الحاويات ذاتها من المكان ذاته بتاع التخزين لساحات التفتيش. الاليات دي كلها بايظه، ما عندهم اليات يشيلوا بها الكونتينرات دي من اماكن التخزين يودوها الاماكن حقت التفتيش. فدي بتؤدي لخسائر كبيره جدا. الخسائر دي قدرت بملايين الدولارات في الفتره، في الفتره الاخيره بنتكلم فيها دي، ملايين الدولارات في سلع الصادر، لانه ضعف اداء المينا ده اثر في سلع تعرضت للتلف بسبب البقاء طويلا، يعني قعدت فتره طويله تلفت ذات، لانه في سلع تلفت فالناس خسروا. الخسر ده بيجوا يعملوا شنو؟ ده الشيء اللي بنسمع فيه حاليا، بيجوا يفتشوا على موانئ بديله عن ميناء بورسودان، بيجوا يفكروا في الميناء بتاع مصوع، الميناء بتاع جيبوت، الميناء بتاع العين السخنه في مصر. وده طبعا ما حيصدقوا انه الشركات حتتحول لهم بالصوره الكبيره دي، فبيستدرجوها، حيستدرجوها بالاغراءات زي الرسوم المينائيه ورسوم الخدمات والمناوله والشحن والتفريغ والخدمات اللي بيقدموها للسفن، لانه كل ما انت اكتسبت سفن اكثر في الميناء بتاعك كل ما دخلك عاد. طيب الصراعات القبليه، اسمعوا الكلام ده سمح يا اخواني، الصراعات القبليه في ولايه البحر الاحمر، وانه كل مكون قبلي عاوز يسيطر على الميناء ده، دي واحده من العوائق والمشاكل. الميناء ده الناس لازم تفهم انه ده ثروه قوميه، ده مشروع قومي بخصوص السودان كله، ما قبيله ولا مكون معين. يعني بتلقى العمال بيسمون عمال الكله بتاع يعني الشحن اللي بيشحنوا بخطه ديله وكده، مسيطر عليهم قبيله معينه في شرق السودان. بتلقى الاداريين في الداخل وبعض الوظائف مسيطر على قبيله اخرى موجوده في شرق السودان. في عهد الحكومه البائده كان في الوالي اسمه محمد طاهر ايله، ده طبعا جاب ابناء مكون قبلي بينتمي له وبس دخلهم في المينا ده، وابتعثهم واحدين مصر للدراسه في الاكاديميه العربيه للنقل البحري وين وين وين، ادى منظر انطباع قبلي للمينا، وده خطا كبير جدا جدا. المينا ده مفروض البيجي من نياله، البيجي من الجنينه، البيجي من بابانوسا، البيجي من حلفة، البيجي من الخرطوم، من اي مكان في السودان انسان مؤهل وعلى وعنده خبرات وعنده شهادات عشان يشتغل في المجالات الفنيه والاداريه في المينا يشتغل. وحتى المكون الاعمال العماليه، اي مكون من مكونات السودان له الحق يعمل فيها. في سيطره، السيطره دي اثرت في شنو؟ لما اقول لك اضراب عمال الميناء، بقت المكونات القبليه زي ما تكلمنا زمان عن النظار والنازل، لما نخش في صراعات مع الحكومه المركزيه او مع بعض هم كمكونات قبليه، بده بس امر اوامر بس للعمال دين انهم يضربوا على العمل، وكلهم بيضربوا على العمل. عشان كده السفن بتقف بتنتظر برا فترات طويله، بقول العمال مضربين. الاداريين نفس الشيء، لو قال لهم اضربوا عن العمل من مكونه القبلي حيضربوا عن العمل، وده خطا كبير جدا في في في, في السودان. فلازم نطلع من العقلية القبلية اللي أنا بتكلم من قبل، قلنا بنتحارب 30 سنة شايلين السلع على بعض عشان نقتسم السلطة والثروة، وهو لا في سلطة لا في ثروة في الحالتين. طيب اللي هو قلنا أزمة نقابة الموانئ طوالي في حالة أزمة برضو. طيب ضعف التدريب، التدريب للناس الشغالين في 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 المينا بتاع بورسودان وباقي موانئ السودان ضعيف جدا، لأنه إحنا تعودنا في السودان ما قاعدين نصرف في التدريب بتاع الكوادر اللي عندنا في مؤسساتنا، سواء حكومية أو مؤسسات شبه حكومية أو كده، ما بنصرف في تدريب وما بنخسر عليهم كثير عشان نأهلهم ونرفع من إمكانياتهم ونخليهم مواكبين للتطورات الحاصلة في مجالهم في العالم، عشان نكون مواكبين للعالم. فتدريب ما في. وبعدين موضوع التمكين اللي اشتغل في 30 سنة الماضية نزل جدا، أنت ما ممكن يكون مدير مينا زي ميناء بورسودان، او يجيك عسكري شايل خطي مسدسه بالجنب ده مدير المينا. دي ما بدايه الانقاذ عملوا كده، لما نزلوا الناس الصالح العام جابوا مدير المينا عسكري خاطي طبنجته بيجاي ده عشان يدير لك شنو. المينا ده شغل فني، شغل مهني بحت، ما فيه هزار ما فيه لعب. ارتباطاته مع العالم كله، مع الموانئ في العالم، مع الشركات البحريه في العالم، بل مع المنظمة البحرية نفسها اللي بتصنف لك المينا بتاعك ده واللي بتيجي تعمل عليه اوديتنج تفتيش. الأسوأ من ده الناس اللي بتكلم لكم والعينة بالتمكين بالواسطة، قبل كم سنة جه تفتيش بحري. التفتيش البحري اللي بيجي في العالم فتشوا في موانئ حديثة اتعملت ذاته قبل فترة بسيطة ولا عندهم خبرات متراكمة، بيلقوا عندهم خطأين، خطأ ثلاثة أخطاء. احنا ميناء بورسودان 23 ملاحظة، 23 ملاحظة، قربوا يقولوا يا جماعة المينا ده قفلوه بعد ده، ما نافع. لقوا الموظف المسؤول من الارتباط
مع المنظمة البحرية الدولية المدينه الرقم السري عشان يدخل كل مرة يشوف التعليمات الصادرة الجديدة شنو، المنظمة البحرية، اللوائح الجديدة شنو، التعديلات شنو. سنتين ما دخل، ما دخل في الموقع سنتين. لما سأله ليه ما دخلت قال والله ضيعت الرقم السري. شوفوا العذر الأقبح من الذنب. ده الشكل بتاع الناس المسؤولين كانوا في المينا بتاعنا، عشان كده تدهور التدهور الكبير ده والشنيع ده. طيب الحاجات اللي قلناها دي ده جزء يسير من مشاكل كثيره، لكن دي المشاكل الطافيه على السطح والعام للازمه حاليا في المينا ده. الحلول شنو للمينا ده؟ اول شيء ايوه في حاجه اتعملت بالمناسبه في بدايه السنه اللي احنا فيها دي، في بدايتها كان رئيس الوزراء كون او عملوا تقريبا نظره لاعاده تاهيل الميناء ورصدوا له 300 مليون دولار. لكن للاسف الدوله ما عندها قروش ذاتها، ما عندها مصادر. احنا عارفين الازمات اللي في السوق يعني ايش، ما في، فما قدروا يوفروا المبلغ ده عشان يعيدوا يعملوا البنيه التحتيه بتاعت الميناء ويأهلوا المعدات ويأهلوا ويسووا. الميناء ده عاوز لجنه بصراحه، لجنه تكون حكيمه، لجنه فنيه بتفهم في البحر، لجنه مستقله تقعد وتعالج مشاكل الميناء ده. بعض الحلول توفير مبالغ لإعادة تأهيل الميناء، لازم تتوفر مبالغ لإعادة تأهيل الميناء، سواء المبالغ تيجي من الدولة أو في طرق تانية. طبعا في حاجة اسمها الشراكات الذكية، مش زي الموضوع الأساسي كنا نبيه بتاع دولة ما عاوزة تأجر الميناء 99 سنة وكلام ده. لا، احنا الميناء بتاعنا اللي نبيعه ما في حاجة اسمها بيع، طبعا ما نأجره 99 سنة ما في حاجة اسمها إيجار، أنا هتكلم عنه في الآخر. الشراكة الذكية دي مفروض السودان يعمل مناقصة دولية تشارك فيها كل دول العالم وشركات العالم تتنافس عليها، في انه ندخل في شراكة ذكية مع جهات عندها المال وعندها الخبرات ونستفيد من اموالها وخبراتها في تأهيل الميناء ده، ونعمل ببنية تحتية فعلا تواكب ما وصل له العالم حاليا في العمل المينائي. ودي طبعا ما بتتم اسي الخطوة دي، الخطوة دي تتم تحت رعاية بتاعت مجلس تشريعي ولجان مستقله وعلى رقابه عشان ما يكون فيها فساد مالي، لان احنا بقينا ما بنثق في الناس اللي بيقوموا بالصفقات زي دي. طيب اعاده تاهيل البنيه التحتيه من غير الموضوع الشراكه الذكيه ده خلوا براه. اعاده تاهيل البنيه التحتيه للميناء مهمه جدا، الميناء في الداخل، الشوارع في الداخل، الارصفه بتاعته، المعدات بتاعته، الاليات بتاعته، لازم نوفر رافعات جديده، اليات متكامله داخل الميناء ده عشان الشغل بتاع الشحن والتفريغ بتاعه يكون سريع ويشتغل زي باقي الموانئ. لازم نزيد اعماق الميناء والمدخل بتاعه والشانل البر الداخل له. الميناء بتاعنا ده طبيعي قلت لكم نعمه من ربنا، لكن احنا لو عاوزين نستفيد منه انه ندخل سفن اكبر باحجام اكبر، موضوع بسيط جدا، لازم يتم الحفر والتعميق بصوره زياده. طبعا موانئ العالم دي كلها شغاله حفر وتعميق حفر وتعميق، احنا بنحتاج نكون شغالين طوال حفر وتعميق. لو عملناه في مرات معينه متباعده مدروسه الميناء بتاعنا هيحافظ على الاعماق بتاعته الجديده اللي هي اعماق بتساعدنا نستقبل سفن باحجام اكبر. فبالتالي لما تجيك سفينه شحنه مثلا 500 كونتينر، انت هتستقبل بعدها سفينه شحنه 3000 كونتينر وشحنه 10000 كونتينر واكثر واكثر واكثر. تقليل عدد العماله، مفروض العماله في الميناء تقلل وتقنن وتختار العدد المناسب، ما يكون في ترهل وظيفي عندك، ما في عماله زي العشوائيه اللي عينوها في اخر فترات الحكومه البائده السابقه دي، عماله مدروسه حسب الاحتياجات بتاعت الميناء، لانه الموازنه بتاعت الميناء اللي بتطلع للرواتب وللعلاجات والحاجات الثانيه دي من المفترض انها تكون موازنه ماشي في مكان السليم ومكان الصحيح، مش مجاملات وواسطات وده قريب يعين وعين وخالتي وعين اخوي، لما تلقى عندك 8000 عامل يعين في فتره بسيطه زي دي. تدريب جميع الطواقم العامله في الميناء، الميناء بيفتقر للتدريب بصراحه. لازم الطواقم العامله دي كلها سواء اداريه، سواء فنيه، سواء عماليه، كلها تتدرب على حسب التعاميم والتعليمات الصادره من المنظمه البحريه الدوليه ومن كل هيئة السلامة برضو اللي عندنا، وبما يتواكب مع حتى السلامة البيئية والحاجات زي دي كلها اللي بيقولوها، لازم نازل كلهم يتدربوا كلهم في مجاله، يعني الفنيين نزيد تدريبهم في المجال الفني، الإداريين نزيد تدريبهم في المجال الإداري. وتوفير الخدمات للسفن، إذا السفن دي بتجي الميناء ده مرات بتحتاج خدمات بسيطة بصعوبة بتلقاها،
خدمات حق الصيانة، خدمات حق التمويل بالديزل، خدمات حق التمويل بالمياه الحلوة العذبة، المواد التموينية اللي بتحتاج لها السفن. مفروض يكونوا بعد ده في ناس متخصصين في الحاجات دي ويجيبوا كواليتي كويس، لأنه السفن دايما بتحب تشتري الكواليتي الكويس. لما تجيك سفن عالمية وشركات عالمية وكده بتحب الكواليتي الممتاز. ونضع تسعيرة تنافسية لخدمات الميناء والسفن دي. التسعيرة بتاعتنا اديكم الحصل شنو هسي، لانه الميناء بقى مكدس بالحاويات. الحاويه كانت تكلفه الشحن بتاعتها 2500 دولار، الليله التكلفه بقى 10000 دولار للحاويه، لانه ما عندنا حاجه شغاله، الحاويات مكدسه، الرافعات بايظه. ده سوء اداره وده سوء تفكير وسوء استراتيجيه، وده قمه الاهمال الحاصل في السودان حاليا ده. فارتفعت القيمه، بالتالي في مواني قريبه منك هتشحن للنازل ب 2000 دولار، حيمشي المواني دي، حيمشي العين السخنه في مصر، وشحن سريع وتفريغ سريع ويشحنها ويجيبها في الشاحنات دي داخل السودان عن طريق الحدود، الطرق الموجوده في الحدود دي، فبتكون انت خسرتها. لازم نعمل على توسيع مرافق الميناء. مرافق الميناء عشان احنا كل ما وسعنا المرافق دي وبقت بتقدر تستقبل لنا عدد اكبر. طبعا انا بتكلم اكثر عن الكونتينرز، ليه؟ الحاويات دي، لانها هي بقت العمود الفقري بتاع النقل لكل المنتجات في العالم، هي الاكثر يعني حاليا استخداما، هي الحاويات دي. باقي المواني ممكن نوسع الميناء بتاع الرصيف الاخضر اللي بيسموه ده الميناء الاخضر، نوسع قولوا معايا اسمها شنو دي، الصوامع اللي عندنا عشان تستقبل لنا ولدول اخرى زي ما قلت لكم. لازم تكون الفكره بعد ده، ما فكره كده بسيطه. طيب الميناء ده لازم يشتغل قلنا 24 ساعة، دي من الحلول برضه، الميناء يشتغل 24 ساعة والجمارك تشتغل معاه 24 ساعة بنظام الورديات. إذا الدولة في سياستها ما عاوزة تحول الجمارك من 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 هيئة أو إدارة تابعة لوزارة الداخلية، يعني ناس شرطة يحولوهم لمدنيين أو لهيئة جمركية مدنية، حتى بحالتهم دي المهم إلزموهم بموضوع العمل في الورديات بنظام الـ 24 ساعة. طيب ولازم تصرف نسبة معتبرة من دخل الميناء ده، بدل امشي كل للوزارة الاتحادية، لازم من الأول من الميناء تقتطع نسبة معينة معروفة لتطوير الميناء وتوسيعه، توسيع مواعينه واستجلاب آليات جديدة وتطوير وتدريب الكوادر الموجودة، وتبتحثوا الناس للخارج، شغل يكون بقدر الوطن، بقدر الموقع اللي احنا فيه ده في قلب العالم، ما ممكن نكون شغالين بالصورة دي. طيب وان نعتبر في الاخر ده اهم شيء، نعتبر الميناء ده ميناء قومي بعيد جدا عن التداخلات السياسيه والقبليه والعرقيه والاثنيه. نبعد نهائي كل نظرتنا له، انه عاوزين نوصل به لمرحله العالميه، المرحله الدوليه اللي بنقدر احنا نستقبل بها كل حاجه دايرينها.